شفت واحدة الرياضية كانت بكريم من الجيران ما قدرت تتكلم الاسم تاع الرياضي تاعنا في ألعاب القوى، حتى إيمان سقساوا عليها ما قدرش تتكلم، جازت هذاك الباساج. هي دوكا راهي في الـ في, الـ في اللجنة في الـ المكتب التنفيذي تاع تعليقات في ألعاب القوى. واش تستنى منها؟ كاين لوبي راه يخدم باش يحطم الرياضيين الجزائريين ودخلوا في السياسة الرياضة، ولهذا لازم اليوم يتحدوا الجزائريين ويعاونوا بعضهم باش يكونوا في هذه الناستونس هذوما الناستونس عليه. وان تو تري فيفا لاجيري، حب من حب وكاريها من كاريها. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي على قناتكم مدير أربي 06 في هذا الفيديو الجديد والحلقة الجديدة. نتمنى أنكم بصحة جيدة وبمليار خير. إذا فيديو اليوم، الإعلام الجزائري يتحدث عن استخدام الكولسة من طرف المغرب في أولمبياد باريس ضد الجزائر، وفرنسا تتهم عداء جزائري باستخدام المنشطات. هذا ما نشاهده في هذا الفيديو. نتمنى أن الفيديو تاعنا سينال إعجابكم، تابعونا حتى الآخر، شاهدوا ما قاله الإعلام الجزائري عن هذا الموضوع. بسم الله وعلى بركة الله. السجاتي عندما ظفر بالميدالية البرونزية في سباق 800 متر، لكن بمجرد فوزه بهذه الميدالية البرونزية خرجت بعض الأبواق لمحاولة التشويش على بطلنا الجزائري. صحيفة ليكيب نشرت أخبارا ربما بغرض التأثير على جمال السجاتي. المشكل وعلامات الاستفهام تطرح على التوقيت المختار من طرف جريدة ليكيب الفرنسية لنشر الخبر مباشرة بعد تتويجه بالميدالية البرونزية، رغم أنه الحادثة حادثة مداهمة غرفة اللاعب من أجل أو من طرف سلطات مراقبة المنشطات، كانت يوم 8 أوت يوم الخميس، يعني قبل يومين. لماذا يظهر هذا الخبر بالضبط اليوم مباشرة بعد نهاية السباق وتتويج سجاتي بالميدالية البرونزية؟ ربما أقول تكون هناك علاقة بين نفسية جمال سجاتي اليوم وبين تفتيش غرفته يوم الخميس، ربما هذا الأمر يكون قد أثر أكيد عليه. أكيد قبل أكيد أمور مثل هذه تؤثر كثيرا على الرياضيين. شهدنا كيف فقد تركيزه في الأمطار الأخيرة بطريقة غريبة، لذلك ربما نعم. بين قوسين يكون للأمر علاقة وطيدة نعم. مع هذا أو هذه الواقعة. نعم، اللجنة الأولمبية الجزائرية ردت بقوة مباشرة بعد انتشار هذه الأخبار. كان هناك بيان وكان هناك تصريح لجمال سجاتي. عبد الحفيظ قال لك جمال يعني الحمد لله ما صرا والو في الفيلاج، وراه كما يقولوا فرحان بالميدالية تاعو، وحنا انا قاعد فرحانين معاه على الميدالية هذه. ان شاء الله ربي يوفقه ان شاء الله ل 2022 في امريكا ان شاء الله. كان حفيظ في الكواليس كيفاش كانوا هما ايضا كملاكمين يتعرضوا في العديد من المرات للمداهمه، يعني هذه المداهمات عاديه. علاش صحيفه ليكيب الفرنسيه تختار هذا التوقيت بالضبط من اجل نشر مثل هذا الخبر، ولو انه خبر عادي، خصوصا انه نعم. سجاتي اكد بنفسه انهم لم يجدوا لدي اي شيء، فلماذا تختار هذا التوقيت بالضبط؟ حتى لما تقرا الخبر، انا دخلت للموقع تاع الصحيفه وقريت نعم. الخبر كلمه بكلمه، تحس انه فيه كيفاش يقولوا تعدي لبعض الحدود أو استهداف لشخص سجاتي كرياضي جزائري. المهم أنه الحمد لله لاعب أكد بنفسه أنه بريء ولم يجد عنده أي شيء نعم. أو أي أمر مثير للريبة أو مثير للشبهات. هذا هو الأهم الآن، وأهدى الميدالية البرونزية للجزائر. بعدها اللجنة الأولمبية الجزائرية والمسؤولين الرياضيين نعم. الجزائريين سيتخذون الإجراءات القانونية ضد هذه الصحيفة. بشير، يعني ما السر في توقيت إنزال هذا الخبر؟ يريدون يعني تعكير الجوع أو تعكير فرحة الجزائريين أو تأثير على جمال سجاتي أو تأثير على البعثة الجزائرية؟ ماذا تريد الصحافة الفرنسية؟ تأثير على الجزائر. كل ما هو جزائري راح يتلقى هذه المشاكل. هذوما هي في ألعاب القوى أخ محمد إجراءات عادية. هذوما سيلياف يجي وين تكون المكان اللي تكون فيه، حتى في العام عندك كان بروغرام تعطي لهم كل الامكان اللي تكون فيهم باش يديروا اجراءات تاع مراقبه المنشطات. هذه يعني اجراءات عاديه، لكن وين ماشي اجراءات عاديه كيكثروا عليك. انت راك قاعد كونسونطري على لا كومبيتيسيون تاعك، يعني تركز على المنافسه تاعك، عيطوا لك ويجوك يعني الفندق ويعملوا لك التست على المنشطات، ومن بعدك انت دير صباح يزيد العشيه يزيد يجيك، ما راح يعيك نفسيا. هذه اللي ما راهيش
اللي راهي تعرض كل رياضي 800 متر لهذه الاجراءات ام انه جمال سجاتي بما انه المرشح الاول للفوز بالذهبيه ولا هما يعملوا كل وسائل على جال الفرنسي الفرنسي اليوم ما مشى لهمش هذاك اللي كان داير ثالث احسن غابرييل اللي كان داير ثالث احسن نتيجه عالميه حتى المركز السادس حضر درك يعملوا كل وسائل باش لكن انا من هذا المنبر لي زانستانس ناسيون انترناسيونال الجمعيات احنا في العاب القوه عم يعرفوا لي عندهم يعني لي زونسيان تاعنا تاع الاتليتيزم كان عندنا سي محمد جمال كان هو في المكتب التنفيذي تاع الياف كان يعني ما كانش عندنا مشاكل اليوم انا كي نشوف ما عندناش كان عندنا كذلك العرفاوي في السباحه كان عندنا احنا شكون اللي راه دوك اليوم علاش تغيضنا هذه المشاكل هذه الجزائري يجي ضد الجزائري يبداو يديروا مشاكل لازم اليوم ندخلوا في كل الرياضات في هذه الجمعيات العالمية أنا شفت واحدة الرياضية كانت بكريم من الجيران ما قدرت تتكلم الاسم تاع الرياضي تاعنا في ألعاب القوة حتى إيمان سقسوا عليها ما قدرش تتكلم جازت هذاك الباساج هي دوكا راهي في اللجنة في المكتب التنفيذي تاع الياف في ألعاب القوة واش تستنى منها كاين لوبي راه يخدم باش يحطم الرياضيين الجزائريين ودخلوا في السياسة الرياضة ولهذا لازم اليوم يتحدوا الجزائريين ويعاونوا بعضهم باش يكونوا في هاد الناستونس هادو ما ناستونس انترناسيونال نعم ونذكر بأنه مشاركة الجزائر في أولمبياد باريس ربما ليست أفضل مشاركة ولكن أفضل مشاركة مع أولمبياد أتلانتا 1996 لما فزنا بميداليتين ذهبيتين وميدالية برونزية نكرر هذا الإنجاز للمرة الثانية صحيح في سيدني تحصلنا على 5 ميداليات كاملة ولكن الذهبيات كانت ذهبية واحدة فقط في سيدني وبرونزيتين وفضيتين هذه المرة لدينا ذهبيتين وبرونزية إذن أفضل مشاركة للبعثة الجزائرية في الألعاب الأولمبية كانت في أتلانتا 96 وفي باريس 2024 ونزيد نوجه رسالة لكل الجزائريين خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي وبشير معريش تحدث في بداية الحصة وقال بأني متحسر لأني كنت أتمناها ذهبية ولكن ذكر أيضا بأنه هذا إنجاز كبير جدا الفوز بالميدالية البرونزية إذن ميدالية برونزية صحيح كنا نتمناها ذهبية ولكن ميدالية برونزية تستحق أن نفتخر ونعتز بهذا الرياضي البطل جمال سجاتي هو مبروك عليه وعمل مجهودات ورياضي كما يقول لك شفته أنا يدرب كثير وحط راسه في ألعاب القوة ومبروك عليه مرة أخرى والمدرب تاعه وللجزائر هي كل ما تجي من جزائريين في الرياض خاصة ما كانوش عندنا مشاكل في ألعاب أولمبية في طوكيو عندها مدة 3 سنين ونص ولا ما كانوش عندنا المشاكل هذا الآن في فرنسا يا حبيبي راهم طاحوا على الجزائريين الرياضيين هبطوا لهم كاع المعنويات ما اليوم سجادي راهي الزوج لفات وميدالية برونزية بكل جدارة ما قالش جرى 200 متر ولا جرى 300 جرى 800 ومبروك عليه وان تو تري فيفا لاجيري حب من حب وكاريها من كاريها إذن كما شفنا الفيديو أخونا أخواتي الكرام هذا هو كان رأي الإعلام الجزائري وبعض الصحفيين حول أولمبياد باريس واستخدام الكولسة من طرف المغرب وفرنسا في نفس الوقت هذه هي أراءهم هذا هو ما قاله الإعلام الجزائري حول هذا الموضوع إذن في آخر الفيديو نتمنى أن الفيديو تاعنا نال إعجابكم كان خفيف عليكم اكتبوا أراءكم أسفل في التعليقات لأخوة والأخوات عبروا أسفل في التعليقات ومدوا أراءكم بكل احترام كما قولوا هذه هي نتمنى الفيديو تاعنا نال إعجابكم تلقاو في فيديو قادم بحول الله سبحانه وتعالى دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم.